يعطيك الصحة. معايا يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. مطلوب منا أن نقيم هذه الاتفاقيات، فنحن ارتأينا بدل ما يكون فيه تقييم أحادي من طرف وزارة التجارة أو من طرف مختلف الوزارات الجزائرية، ابتغينا أن تكون لأول مرة هذا التقييم يخص أبعاد. أولا البعد الأول ونعتبره مهم ونصر على أهميته هو بعد المتعاملين الاقتصاديين، لأن أنتم آليتنا، أنتم أدواتنا لاختراق هذه الأسواق. لأن ما فائدة إبرام اتفاقيات دولية في نهاية المطاف نصبح فقط نستقبل المنتجات بدون ما نروح نقوم بعملية التصدير، وبالتالي فأنتم آليتنا في عملية التصدير. لذلك أن كلكم تعرفوا بأن المنطقة الإفريقية تعتبر منطقة امتدادنا، المنطقة العربية والمنطقة الإفريقية، هنا وين عندنا ميزة تنافسية نقدر ننافس فيها ونقدر نرفع حجم الصادرات، لأن الصادرات خارج البحر القاهرة 2 مليار بالنسبة لدولة بحجم الجزائر تعتبر يعني ضئيلة جدا.